لو عايز تشتري عربية، ايه هي افضل البنوك اللي بتقدم قروض العربيات؟ وبيبقى قيمة القرض كام؟ والشروط والسداد بيبقوا على كام شهر؟ دلوقتي المصرف المتحد بيتيح امكانية حصول الافراد على قرض السيارة بمقدم 10% وفترة سداد بتمتد لعشر سنين، وكمان متاح سرعة وسهولة الاجراءات. وقرض السيارة من المصرف المتحد بيتيح لحضرتك تسهيل الحصول على سيارة بشروط ميسرة بتناسب جميع فئات وشرائح العملاء. ومن اهم شروط القرض ده انه بعائد تنافسي وبدون مصروفات ادارية، وبيصل الحد الاقصى للتمويل ل 3 مليون جنيه، والتمويل متاح للعملاء من ذوي الدخول الشهرية، يعني الموظفين واصحاب المهن الحرة والافراد من اصحاب الشركات. وفي خيارات سداد مرنة بتناسب كافة العملاء، زي اصدار وثيقة تأمين سنوية على العربية من العميل، وكمان اصدار وثيقة تأمين على الحياة من قبل العميل. وكمان متاح للعملاء تقديم للحصول على قرض لشراء السيارة حتى نهاية السنة دي من خلال زيارة احد الفروع للمصرف المتحد او عبر الموقع الالكتروني للبنك. وفي حاجة مهمة لازم تعملها قبل ما تفكر تشتري عربية من اي بنك، هي انك تزور الصفحات الرسمية للبنوك ونشوف افضل العروض على القروض وقيمتها. وكمان لازم تكون عارف هتشتري عربية موديل كام، وتعرف كمان سعرها النهائي عشان ما تاخدش قرض كبير وبعدين تحتار او تتعثر في تسديده. بانكير، نبض البنوك.